على يعني الاكسرسايز ده ادفانسد شويه. فقبل ما نخش على الاكسرسايز ده هنعمل الامبلمنتيشن الاول، هشرحه معاكم. وعملت برضو مين فانكشن بسيطه كده نتست بيها الايه الامبلمنتيشن بقى. طيب ادي الكيو دوت اتش، خلينا بقى يعني هنشرح المره دي يعني بسرعه شويه كده، مش بالتفصيل بقى الممل زي ما عملنا في حاله الستاك، لان معظم الكونسبت اللي اتقال في الستاك هو شبهه في الايه؟ شبهه في الكيو. فكالعاده برضو عملنا اف نوت ديفاين الكيو اتش انكلودد دي، وبعدين عملنا ديفاين هنا وعملنا لها ايه؟ اند هنا. دي شرحت المره اللي فاتت، وقلنا الهدف منها اني نتاكد ان البروجرام بقى اللي هو زي المين كيو 1 ده بيعمل انكلود لللوجيك ده او للستيتمنتس دي مره ايه؟ مره واحده. وللعلم يعني هي تتكتب لوحدها، يعني انا خلينا كده اعمل معاكم نيو فايل، نيو فايل، وخلينا اختار بس اتش الاول، دي مهمه جدا، اختار اتش جو نيكست، وهسميه مثلا اختار التست مثلا، يعني تيست تيست، او خليني بقى يعني هو لازم بس معلش فول باس، فانا هكتب هنا كده تيست دوت اتش واعمل سيف فينش. بص هو لوحده بيكتب لك ايه يعني اف نوت ديفاين اللي هي تيست اتش انكلودد، وبيعمل لها الديفاين وبيعمل لها الاند اف تحت، وبيكتب الكومنت هنا، وانا ببدا اكتب الكود بتاعي في الايه في المكان ده. فيعني دول ما تشغلوش نفسكم بيهم قوي، دول كده كده الكومبايلر هو اللي بي ايه هو اللي بيكتبه. خليني بس كلوز ده او ريموف مش تمام. طيب ادي كيو دوت اتش، بعد كده عملنا ديفاين للايه للماكسيمم الرقم اللي انت عايزه بقى 10 20 30 3 اي حاجه انت عايزها. وعملنا ادي الاستراكت اللي هو بتاع الكيو، وعملنا الفرونت والرير والسايز والاري، وانا بحب اسمي دي ايتمز، وسمينا الكيو ده كيو. على فكره انت دلوقتي ممكن وانت بتعرف اليمنت في المين فانكشن ممكن تستخدم الكيو كابيتال او الكيو السمول، الاثنين ممكن. بس لو هتستخدم الكيو اللي الكيو بتاعتها سمول لازم تكتب كده استراكت كيو واسم الفاريبل بتاعك. لو هتستخدم الفاريبل الاسم ده اللي هو الكيو، الكيو بتاعته كابيتال، ممكن تقول كيو واسم الفاريبل بتاعك على طول. فانا بفضل يعني اسمي الاسم هنا واستخدمه. طيب ودي طبعا كلها الايه اللي هي العناوين الفانكشنز او الهيدرز بتاعه الفانكشنز. فين بقى الفانكشنز نفسها اللي هو دي؟ وزي برضه ما قلت المره اللي فاتت اني في يعني هو في الكود من بره الكيو دوت سي والكيو دوت اتش هما الاثنين جنب بعض. يعني بس ده التست دوت اتش ده. الاثنين جنب بعض. بس هو الكود بلوكس اللي بايه؟ اللي بيعمل لك زي فيرتشوال فولدر كده اسمه سورسز يحط فيه دوت سي او دوت سي بي بي، وفيرتشوال فولدر اسمه هيدرز بيحط فيه الحاجات اللي هي دوت ايه؟ دوت اتش. طيب ده الامبلمنتيشن. لو تفتكروا برضه في الامبلمنتيشن بتاع الستاك كنت انا بعمله لكم على خطوات كده، يعني مثلا از كيو امتي كنت اقول لكم ممكن نكتبها ازاي؟ اف الكيو دوت سايز ايكوال ايكوال 0 ريتيرن 1 ايلس ريتيرن 0. وبعدين كنا قلنا بقى الامبلمنتيشن الافضل ليها انك ممكن تكتبها في ايه؟ في ستيتمنت واحده ليه بالمنظر ده. فانا شرحت الكلام ده بالتفصيل في حاله الستاك، فانا هنا بقى هيبقى الامبلمنتيشن اللي هو النهائي على طول. فادي الكرييت كيو الثلاث سطور اهم اللي هو انشاليزيشن للفرونت ب 0 والرير والسايز، الايز امتي بيرتيرن السايز ايكوال 0 ولا لا، ايز فول بيرتيرن السايز ايكوال ماكس ولا لا، وادي عمليه الان كيو. بس الان كيو في يعني هنا كان كاتب على طول الامبلمنتيشن انت تحط الاليمنت في الايه في الكيو على طول. طبعا ده مش افضل حاجه ليه؟ لان ممكن الكيو يكون مليان، فكنا قلنا الافضل بتاعها زي ما قلنا في الستاك بالظبط، ان انت الافضل تتشيك الاول ان لو الكيو ده فول، لو كان مليان لا قول ايرور انا مش هعرف احط الكيو كان مليان. احنا كنا بنكتبها في الستاك ستاك اوفر فلو. انا عارف بتكلم بسرعه شويه معلش، بس يعني ايه ممكن تبطئوا السرعه لو انتوا حابين، او لو انتوا يعني عارفين الكلام ده في الستاك هتحسوا ان يعني يعني المعلومه دي احنا معانا اهي. والايلس كان بقى الثلاث سطور اللي موجودين فين في الامبلمنتيشن بتاعنا. الدي كيو عملتها بالطريقه الثانيه، ان انا ببعت الكيو كبارامتر وبرجع الايه اللي هو الطيب اللي هو الايتم ده. وبرده نفس الكلام عملتها بالطريقه بتاعت ايه، اني اتاكد الاول زي ما هو كاتب كده ان هو از نوت امتي. فقلنا لو هو امتي طبعنا ايرور ان الكيو فاضي، وبالتالي مش هعرف اعمل اسحب حد من الكيو. وفي الايلس كتبنا الثلاث سطور بتوع الايه بتوع ان انا اخد الايتم ده من الكيو. طيب ادي بقى المين فانكشن. انا عملت مين فانكشن خدتها كوبي بيست من بتاعه الستاك، عملنا ادي الكيو، طبعا عملنا هاش انكلود للكيو دوت اتش، وبرده جوه دبل كوتس مش جوه انجل براكت زي الاستوديو. وادي الانتجر ايتم، بعد كده ادي كرييت للكيو، وعملت ان كيو برده اربع مرات، مره ب 10 مره ب 20 ومره ب 30 ومره ايه ب 40. بس عملت بقى بالكود المظبوط اللي هو لو الكيو مش مليان ابدا حط لي الايه الارقام دي. وبالتالي في حالتنا انا عامل هنا ان الماكس سايز او الماكس بكام؟
بثلاثة. فزي ما احنا متوقعين ان العشرة هتخش في الكيو، العشرين هتخش، التلاتين هتخش، ويجي عند الاربعين مش هيعرف ايه يدخلها. ولو انا عايز اعرف الكيو مليان ولا مش مليان، ممكن بالاف ستيتمنت دي كده هتشيك هل هو فل، يطبع ان هو فل، لو فاضي يطبع ان هو ايه فاضي. نفس الكلام لو انا عايز اسحب من الكيو، فسحبت منه برضه، سحبت منه اربع مرات، ادي اول مره اللي هو لو الكيو ده مش فاضي، ابدا اعمل لي دي كيو، خد لي الايتم واعمل لي برنت لي. ونفس الكلام عملتها ادي مره اثنين ثلاثه اربعه. طبعا الكلام ده هيتعمل كام، هيتعمل كام مره؟ ثلاث مرات بس. ويجي عند الرابعه هيلاقي ان كيو فعلا ايه فاضي، فبالتالي مش عارف يخش جوه الاف ستيتمنت دي. وبرضه لو عايز اسال الكيو فاضي ولا مش فاضي هنطبع بالطريقه دي. نرن كده، فزي ما احنا متوقعين طبع لي 10 20 ايه 30، ما طبعليش ال 40. يبقى هو قبل السطر ده ما يتكتب كان عمل انسيرت او عمل انكيو لل 10 وال 20 وال 30، وما عرفش يعمل انسيرت للايه؟ لل 40، وقال لي ان كيو مليان. وبعد كده طبع ال 10، طبع ال 20، طبع ال 10 هنا، وطبع ال 20 هنا، وطبع ال 30 هنا، وجه هنا لقى ان كيو فاضي، فما عرفش يطبع الايه؟ اي حاجه تاني، وقال لي ان الكيو فعلا فاضي. اللي هي الكيو از امتي. كمان ينفع نكتبها كده بدل ما اكتب خلق يعني الكومنت ده كله كده اللي هو من اول ما جيت اسحب يعني، وممكن اسحب من الكيو كله بالسطرين دول بس. يعني انا وقفت لغايه الايه، خلينا نشيل دي كمان مش مشكله، انا وقفت لغايه لما حطيت ال10 وال20 وال30 وال40 ما دخلتش، عايز اسحب الكيو لغايه ما يفضى. اعملها ازاي؟ اهي ممكن نقول له وايل not is queue empty اللي هو الكيو، يعني طول ما الكيو ده مش فاضي اعمل لي عمليه الايه؟ الدي كيو. وانا عملتها في سطر واحد، يعني بدل ما اعمل الدي كيو واحطها في ايتم وابرنت الايتم، لا كده ده سطر واحد، برنت الدي كيو بتاع الايه؟ كيو ده، يعني اسحب لي الايتم وبرنته، لسه كيو مش فاضي اسحب لي ايتم وبرنته، وهكذا لغايه لما كيو ايه؟ يفضي. فلما نيجي نرن هيطلع لي 10 20 30. وللعلم كان ينفع برضه نكتب نفس السطرين دول في حاله الايه؟ الستاك، while not is ستاك امتي برضه برنت بوب من الايه؟ من الكيو. بس طبعا كان ساعتها اللي هيطبع كام؟ كان اللي هيطبع ساعتها هيبقى 30 20 10 مش 10 20 30، ان احنا بناخد بالايه؟ بناخد بالعكس. فيعني الناس اللي ذاكرت الستاك كويس المفروض ان هم يلاقوا ان الكيو يعني امبلمنتيشن مباشر، هو بس طريقه مختلفه في الاستخدام، وبالتالي ابلكيشنز مختلفه شويه. طيب عايزين بقى ناخد الاكسرسايز ده. هو اكسرسايز واحد هناخده هنختم بيه ان شاء الله. فبيقول لي اعملي ايه بقى؟ بس هو يعني هو يعني مش صعب، هو مختلف شويه، يعني في حاجه مختلفه فيها شويه. الاختلاف اللي فيه ان احنا كنا قبل كده ذاكرنا البوينترز وذاكرناها كويس وعرفنا البوينترز، وعرفنا ممكن نخلي البوينتر يشاور على فاريبل او نخلي البوينتر يشاور على اري، وعرفنا ان هم اساسا يعني يعتبروا زي بعض لان اسم الاري هو اصلا بوينتر على اول اليمنت فيها. وعرفنا ازاي نخلي بوينتر بيشاور على استراكت. هنا بقى هناخد حاجه يعني اعتقد اول مره ناخدها، ان احنا نخلي البوينتر ده بيشاور على فانكشن. هي ايه الفانكشن دي؟ ما هي الفانكشن دي بعد ما بتعمل لها كومبايليشن وترن، هي في الاخر كود بتحط فيه الميموري، بتحط في الرامات، فبالتالي ليها برضو ادرس. فاحنا بقى هناخد بوينتر يشاور على الفانكشن دي. طب ايه الهدف من كده؟ الهدف من كده ان انا ممكن اعمل فانكشن اسمها مثلا ترافيرس الكيو. الفانكشن دي بتزور الكيو، يعني بتمشي على كل الاليمنتس اللي موجودين فين؟ في الكيو، وابعت لها كبارامتر فانكشن ثانيه، واقول لها نفذي لي الفانكشن دي على كل الاليمنتس اللي موجوده في الايه؟ الموجوده في الكيو. يبقى انا خد بالك من حاجه، ده انا كتبت الفانكشن دي فين؟ في اليوزر ليفل. يعني انا بعد ما خدت اللايبراري اللي اسمها كيو كامله، والراجل بتاع اللايبراري مشكورا هيزود لي الفانكشن اللي اسمها كيو ترافيرس دي، انا هبدا انادي على كيو ترافيرس واقول له اعمل لي على كل اليمنتس اللي في الكيو الفانكشن الفلانيه. ولنفترض الفانكشن دي مثلا اسمها ايه؟ اسمها برنت. يبقى انا لو بعت للفانكشن اللي اسمها كيو ترافيرس بوينتر على فانكشن انا هكتبها اسمها برنت، يبقى هي تمشي على كل الاليمنتس تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم طباعه. طب ده انا ممكن اعمل فانكشن ثانيه اسمها انكريمنت، يبقى ساعتها بالكيو ترافيرس، ترافيرس يعني يمشي على كل يزور كل الاماكن يعني، او يزور كل الايتمز. فانا هزور كل الايتمز وهعمل لهم ايه؟ هعمل لهم الفانكشن اللي اسمها انكريمنت وهكذا. انا في العادي يعني كنت دايما بقول لكم حاولوا تعملوا انتوا امبلمنتيشن للحاجه دي قبل ما تشوفوا الفيديو يعني، بس اعتقد دي يعني
صعبة شوية، خصوصا ان السنتكس بتاع البوينتر تو فانكشن جديد علينا، يعني ما خدناهوش قبل كده وهي مختلف شوية. فخلينا نبص على طول على الايه، على الامبلمنتيشن. طيب دلوقتي انا بامبلمنت فين؟ انا بامبلمنت جوه الامبلمنتيشن ليفل، حتى في السؤال نفسه هنا اهو، ان ذا امبلمنتيشن ليفل اوف ذا كيو اي دي تي او الابستراكت داتا. طيب هنرايت الفانكشن اللي اسمها ايه؟ الكيو ترافيرس. دي الكيو ترافيرس تاخد حاجتين، بتاخد الكيو اللي انا هعمل عليه الاوبريشن، وبتاخد بوينتر على الفانكشن اللي انا ناوي ان هي تتنفذ على كل اليمنت من الاليمنتس اللي جوه الايه؟ اللي جوه الكيو. فترافيرس كيو واخده تو بارامترز، اول بارامتر اللي هو الكيو طبعا واخده باي ريفرنس عادي. ليه واخده باي ريفرنس؟ عشان ممكن الفانكشن اللي انا ناوي ابعتها للكيو دي تغير في الاليمنتس اللي جوه الكيو، زي مثلا حاله الانكريمنت. طيب بعد كده دي بقى البارامتر بتاع الفانكشن الثانيه، يعني شكلها غريب شويه بس تعالوا نقراها مع بعض كده. ادي استرك اف، يعني انا هبعت بوينتر على الفانكشن اللي اكن اسمها ايه؟ اكن اسمها اف، او انا رمزت لها بالرمز اف دي. طيب الفانكشن البوينتر اللي انا ناوي ابعته على الفانكشن دي، ايه شروط الفانكشن دي؟ شروط الفانكشن دي ان الريتيرن بتاعها يكون فايت، والارجيومنت بتاعتها تكون بوينتر على التايب اللي هو على الانتجر او على الكاركتر. الانتري تايب ده اللي هو النوع اللي انا كنت عامل منه الكيو او الستاك نفسه، اللي هو في حالتنا دي انا كنت كاتبه انتجر. يعني في حاله الامبلمنتيشن هنا كانت دكتور مروه كانت كاتباه كاركتر اهي هنا اهو، وانا لما كنت بحب امبلمنت كنت بكتبه انا في الكيو دوت اتش انتجر اهي، اللي هي تايب انتجر اللي هو ده نقصد بيها اللي هو كلمه تايب دي. فمعنى كده ان انا هبعت تو بارامترز، واحد اللي هو الكيو نفسه، والتاني اللي هو البوينتر على الفانكشن، بياخد هو كمان بوينتر على التايب ده اللي هو سواء انتجر او سواء ايه؟ او سواء كاركتر. طيب ايه بقى اللي اتعمل هنا؟ اللي اتعمل هنا ان انا همشي فور لوب على كل الاليمنتس اللي جوه الايه؟ اللي جوه الكيو. طيب همشي على كل الاليمنتس ازاي؟ عايز اخد من اول واحد لاخر واحد. مين اول واحد؟ اللي هو الفرونت. طيب فانا هقول اي ايكوال الكيو ارو فرونت اول واحد، وهبدا امشي انكريمنت خطوه في خطوه لغايه ما اوصل لمين؟ لاخر واحد. طب هم كلهم كام واحد؟ انا ممكن اعرف هم كلهم قد ايه عن طريق الايه؟ عن طريق السايز بتاعهم، الفاريبل اللي اسمه سايز، اس اي زد اي ده. طيب بس خد بالك وانت بتنكريمنت ان هو سيركلر مش لينير، فبالتالي ما اقولش اي ايكوال اي زائد واحد وخلاص، لا اقول اي ايكوال اي بلس 1 مودلس ايه؟ مودلس الماكس. طيب يبقى انا كده همشي على كل اليمنت في الاليمنتس دي، اعمل فيه ايه بقى؟ نادي على الفانكشن دي، يبقى ما بين قوسين استرك اف. طيب ايه البارامتر اللي هي تاخدها؟ الادرس بتاع الاليمنت اللي عليه الدور، يعني بتاع الكيو ار انتري اوف الاي. عارف شكل السندكس بتاعها؟ هو السي تبقى معقده شويه كده، صعب شويه بس يعني ركز كده. الاف اللي جايه لك دي ده بوينتر على الفانكشن، فلما بقول له استرك اف معنى كده نروح نت على الفانكشن بقى نفسها، يعني شوف الاف ده اللي هو كان ادرس بتاع الفانكشن، شوف الفانكشن فين في الميموري وروح لها. والفانكشن واحنا بنعمل لها كولينج بنحط بعدها قوسين، فعشان كده الاسترك اف اتحط بعدها ايه؟ قوسين. طب الفانكشن دي بتاخد ايه؟ الفانكشن دي بتاخد بوينتر على الانتري على الاليمنت نفسه، فعشان كده بعت لها الادرس بتاع الانتري. فين الانتري نفسه بقى؟ اللي هو الكيو ارو انتري اوف اي او ارو ايتمز اوف الايه؟ اوف الاي. طيب بعد ما عملت الفانكشن دي ممكن استخدمها ازاي؟ ممكن بقى جوه، يعني ممكن جوه المين فانكشن تكون الفانكشن دي مثلا بتعمل برنت او بتعمل انكريمنت او بتعمل اي حاجه ايه؟ اي حاجه ثانيه. زي كده ادي برنت، والبرنت دي بتاخد زي ما اتفقنا ان هي بتاخد البوينتر على الانتري تايب، وبتعمل له ايه؟ بتعمل له برنت اف مش اكتر من كده. طيب يبقى انا ساعتها ممكن بقى جوه المين فانكشن انادي على مين؟ على ترافيرس كيو، وابعت لها حاجتين، ابعت لها ال كيو وابعت لها البوينتر الادرس اهو، ادرس اوف الفانكشن اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها برنت. انا كتبت ده اللي هنختم، ده البروجرام هنختم بيه، انا كتبته لكم هنا اهو. خلينا بس في المين كيو 1 نرجعها تاني مين اندرسكور 1 عشان ما تقلش بيها، وادي مين كيو 2 هنخليها مين. فجينا جوه الكيو دوت اتش وهنزود بقى البروتوتايب الجديد اللي هو الفانكشن هيبقى اسمها ترافيرس اي كيو، واخده التو ارجيومنت، واخده الكيو نفسه باي ريفرنس، وادي واخده الايه؟ البوينتر على الفانكشن استريك اف، ده البوينتر على الفانكشن،
بترجع ايه الفانكشن دي؟ بترجع void يعني ما بترجعش حاجه. طب بتاخد ايه؟ بتاخد pointer على حاجه من نوع ايه؟ من نوع type. طيب ادي بقى الامبلمنتيشن بتاعها. ده خلاص ده العنوان اللي احنا شرحناه. انا بس يعني هنا في الباوربوينت يعني هم كانوا كاتبين الكاونت سايز من غير اي، فبقى في اتنين سايز، سايز اللي هو باي ده اللي موجود معانا جوه الكيو اللي هو عدد الاليمنتس في الكيو اللي كنا بنزوده في حاله الانكيو وننقصه في حاله الدي كيو، والفاريبل اللي انا هتحرك بيه اسمه سايز من غير اي. فالموضوع ملخبط شويه، فانا قمت مسمي السايز اللي من غير اي ده مسميه كاونت، وهو ده الايه الكاونت اللي انا هفضل ماشي بيه. يعني هفضل ماشي بيه يعني هبتدي بزيرو اهي، كاونت ايكوال زيرو، وكل مره طبعا هعمل كاونت بلس بلس لغايه لما اوصل لمين؟ لغايه لما اوصل للسايز. يبقى الكيو طول ما الكاونت ده اصغر من الكيو ارو سايز، لغايه طول ما هو اصغر من السايز بانكريمنت، يبقى انا كده مشيت على كل الايه؟ على كل الاليمنتس. طب كده مشيت عليهم عددا، انا بقى هبتدي بمين وانتهي عند مين؟ هبتدي من اول الفرونت، يبقى الاي اول اندكس بالنسبه لي يعني هيساوي كيو ار فرونت، وكل مره هينكريمنت الاي بس مع مراعاه ان هي ايه؟ سيركلر. يبقى كل مره هقول الاي ايكوال اي بلس 1 ومودلس ايه؟ مودلس الماكس. طبعا لازم احط اي بلس 1 جوه قوسين، والا لو سبتها اي بلس 1 مودلس ماكس بس هيتعمل واحد مودلس ماكس وبعدين يتجمع على الايه؟ الاي، ان المودلس كبريزدنس او كبريورتي اعلى من الايه؟ اعلى من الجمع. المفروض يعني ان السطر ده يبقى واضح بالنسبه لكم والسطر ده واضح بالنسبه لكم، والحاجه الوحيده الغامضه شويه او اللي محتاجه يعني نحاول نفهمها هي الايه؟ هي السطر ده. وزي ما شرحناه ده معناه الاف دي اللي هي البوينتر على الفانكشن استريك اف الفاليو اللي جوه الادرس بتاع الفانكشن اللي هي مين؟ اللي هي الفانكشن. واي فانكشن احنا بنعمل لها كولينج بنحط الحاجه جوه قوسين، فادي القوسين اهم. طب هنبعت لها ايه تشتغل عليه؟ هنبعت لها كيو ار ايتم، بس انا بعته لها باي فاليو او ار ايتمز اوف اي يعني الايتم رقم اي. انا بعته لها باي فاليو ولا باي ريفرنس؟ انا بعته لها باي ريفرنس، يعني هنحط هنا علامه الايه؟ علامه الاند. طيب نرجع بقى للمين فانكشن نستخدم بقى الكلام ده. فادي المين فانكشن، انا بقى عملت لكم المره دي اثنين فانكشن، واحده اسمها برنت كيو وواحده اسمها انكريمنت كيو. ناخد بالنا ان مش اي فانكشن وخلاص ينفع ابعتها، لازم يكون البروتوتايب بتاعها مطابق لمين؟ مطابق لده، للحته دي. يعني يكون الريتيرن بتاعها void والانبوت بتاعها انبوت واحد اللي هو البوينتر على حاجه من نوع ايه؟ من نوع تايب. فانا عملت هنا نفس الكلام، ادي رحت فين؟ ادي البرنت كيو بتريتيرن void وبتاخد بوينتر على حاجه من نوع تايب. انكريمنت كيو بنفس البروتوتايب بالظبط، يعني نفس السيجنتشر، بترجع برضو void وبتاخد ايه؟ وبتاخد بوينتر على حاجه من نوع تايب. بس في حاله البرنت كل اللي عملته ان هي خدت الايتم اللي اسمه ايه ده، وسميه اي اسم براحتك يعني، عملت له ايه؟ برنت اف. لكن الانكريمنت خدت الايتم اللي اسمه ايه ده وعملت له ايه؟ عملت له بلس بلس. طبعا كل ما بنستخدم الاي لازم احط استريك اي عشان اجيب القيمه اللي جوه المتغير ده. طيب عملت مين فانكشن ازاي بقى؟ نرجع بس الكام سطر دول. خدت اول كام سطر من اللي احنا كنا كاتبينهم اللي هم الكيو كيو والانت ايتم، ده الانت ايتم دي مش مستخدمينها حتى، مش بنمسحها ممكن. يبقى ادي الكيو، عملت له كرييت وعملت ان كيو ثلاث مرات، مره بال10 ومره بال20 ومره بالايه؟ بال30، ودول كانوا نجحوا معانا لان كده كده الماكس كان بثلاثه وانا ما حطيتش اللي هو ال40، فانا كان اخري الايه؟ ال30، فكده دول هيخشوا. بس المره دي بقى عملت ترافيرس للكيو، ناديت على الفانكشن اسمها ترافيرس الكيو وبعت لها حاجتين، الكيو نفسها اهي والفانكشن اللي اسمها ايه؟ برنت كيو. خلينا طب نكومنت ده كده ونشرح لغايه كده اهي، نرن بقى كده. ايه اللي حصل المره دي؟ اتطبق لي 10 20 30. الكلام ده اتعمل ازاي؟ الكلام ده اتعمل عن طريق لما رحت ترافيرس للكيو بعت لها الكيو دي اللي هو اللي فيه ال 10 وال 20 وال 30 وبعت لها بوينتر على الفانكشن اللي اسمها برنت كيو. فهي لما راحت تشتغل جت هنا بتقول ده معايا بوينتر على الفانكشن اللي اسمها برنت كيو دي، فين الفانكشن دي؟ دي موجوده في جنب المين بتاعتي اهي اللي هي اسمها دي. وبالتالي كل ما هنيجي نعمل ننادي على الفانكشن دي ونبعت لها البارامتر ده اكني عملت بالظبط كولينج للفانكشن دي ونفذت الايه؟ ونفذت السطر ده.
يعني عشان برضه تتخيلوها اكتر، انا عملت بريك بوينت جوه السطر ده كده عشان نشوف هو بيعمل ايه. وهنيجي نرن، بس انا طبعا بالايه بالايه الايكون دي، بنفتح المين كيو 2 ده ونرنه. بص جه هنا اهو، وقف عليها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح ينادي على الفانكشن دي ويبعت لها البارامتر، البارامتر ده. بص لما هاجي ادوس هنا على الايكون دي اللي هي ستيب انت، بص ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي جوه كيو دوت سي، بص ايه اللي هيحصل. معلش انا دوست على النكست لاين، المفروض ادوس على الستيب انت، فهنوقف بس ونرن تاني. هما شكل بعض قوي، وندوس على اللي هي دي اللي هي ستيب انت. بص ايه اللي حصل، لقى نفسه فين؟ في البرنت كيو. يعني انت كنت في المين اصلا، في المين فانكشن هنا، او في الملف اللي اسمه مين كيو 2 ده، راح بينادي على فانكشن جوه الكيو دوت سي بس معاها بارامتر على فانكشن موجوده معايا انا. فبص ايه اللي حصل في الكول ستاك. يبقى ادي المين فانكشن بتنادي على الترافيرس كيو، اما الترافيرس كيو رجع هو نفسه ينادي على فانكشن اسمها برنت كيو معايا انا جوه الايه، جوه اليوزر ليفل، او جوه او مع المين فانكشن بتاعتي، وابتدت ايه هي دي اللي تتنفذ وهكذا. بس تبقى انتو طبعا هتنفذ كام مره؟ 3 مرات بقى، يعني طول ما الفور لوب شغاله بتشتغل 3 مرات ويروح هنا ويرجع وهكذا. طيب فاضل طبعا 10 20 30. خد بقى الاوبشن ده كمان نجربه. ان انا هعمل ايه؟ هطبع بس يعني شويه سطور كده عشان ما نتلخبطش، وبعدين هعمل ترافيرس كيو تاني زي ما عملت من شويه، بس المره دي هبعت لها الكيو بس مع الفانكشن اللي اسمها ايه؟ انكريمنت كيو. وبعدها اعمل ترافيرس كيو للمره الثالثه مع الفانكشن اللي اسمها ايه؟ برنت. يعني انا ترافيرس كيو دي بقى بتعمل ايه في الحياه؟ ترافيرس كيو دورها ان هي تمشي على كل الاليمنتس اللي موجوده في الكيو بالترتيب، وتنفذ على كل اليمنت منهم فانكشن معينه انا هبعتها لها بارامتر دلوقتي. فانا هنا مشيت عليها اليمنت اليمنت، وكل اليمنت عملت له برنت. بعد كده مشيت عليها اليمنت اليمنت، وكل اليمنت عملت له ايه؟ انكريمنت. بعد كده مشيت عليها اليمنت اليمنت، وكل اليمنت عملت له برنت للمره الثانيه. تعالى بقى نرن كده، يا ريت خدوا لحظه كده وتوقعوا من الكام سطر دول ايه اللي المفروض يطبع على السكرين. بعد ما تفكروا شوفوا بقى ايه اللي المفروض يطبع. فادي 10 20 30 اللي هم الاولانيين بتوع البرنت الطبيعي، اللي هم الايتمز زي ما هي اللي انا عملت لها ان كيو في الكيو. بعد كده الطبع كام؟ 11 21 31. يعني كل اليمنت كان موجود جوه الكيو اللي هم ال 10 وال 20 وال 30 اتعمل له انكريمنت بمقدار ايه؟ بمقدار واحد. فبقى ال 10 11 وال 20 21 وال 30 31 اللي هي السطر ده اللي هو استرك اي، يعني الفاليو اللي جوه البوينتر اللي اسمه ايه ده، اعمل لها ايه؟ اعمل لها بلس بلس. وطبعا برضه لو رنينا يعني عملنا يعني سيبنا الجمله دي هنا كده ورنينا، سيبنا بريك بوينت قصدي هنا ورنينا، الاقي ان اول مره الترافيرس بتنادي على مين؟ نعمل بس ستيب انتو، بتنادي هي على البرنت كيو، والمره الثانيه بتنادي على البرنت كيو، والمره الثالثه بتنادي على البرنت كيو، كده اللي هم الثلاث مرات بتوع ايه؟ بتوع الترافيرس الاولانيه. في الكولينج بقى الثاني لما جينا عملنا بقى الانكريمنت هنا اهي، ايه اللي حصل دلوقتي؟ بقت الترافيرس بتنادي على الفانكشن اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها انكريمنت. واخدين بالكم؟ يعني هي نفس السطر بالظبط، نفس السطر ده هو نفس السطر، هو اللي انا عامل عليه بريك بوينت، بس مره بقى بينادي على البرنت ومره بينادي على مين؟ على الانكريمنت. بيعرف منين؟ بيعرف من الفانكشن اللي انت باعت له بوينتر ايه؟ بوينتر عليها. عارف المثال صعب شويه، بس يعني ايه الصعوبه بتاعته مالهاش علاقه بالكيو نفسه قد ما هي ليها علاقه بان في كونسبت جديد احنا بنعرفه دلوقتي، ان احنا ازاي نعمل بوينتر على الفانكشن، وازاي نبعت الايه؟ نبعت البوينتر ده، وازاي نعمل له كولينج بعد كده. شكرا.